هلا وغلا بأطلق متابعين بالعالم. أول شيء أدري أنه كثير منكم ينتظر التجربة التفصيلية مثل ما عودناكم كل مرة. بإذن الله أول ما تتوفر سيارات التجربة راح نجرب لكم بالأماكن اللي أنتم عارفينها، قعصير، نيلات، وكل الأماكن اللي أنتم عارفينها. الشيء الثاني، وقولوا أمين، عسى ربي يرزقكم مثل الموتر وأحسن منه. خلوكم معنا. نبدأ الفيديو هذا برعاية موقع حرج في كل ما يتعلق بالسيارات وقطع الغيار والإكسسوارات، سيارات عائلية، رياضية، اقتصادية وفارهة، جديد ومستخدم. وفي قسم قطع الغيار والهوبات ومسادات وبطاريات وفلتر زيت، وفي قسم إكسسوارات، جنوط ولوحات وشاشات. وأكثر شيء يميز موقع حرج السهولة بالبحث، بحيث أنت تحدد إذا أنت بمعرض أو شخصي، واسم السيارة وموديلها والمدينة راح تطلع لك بسرعة بكل سهولة. وكل هالمميزات موجودة بالنسخة الجديدة موقع حرج وتطبيق موقع حرج، راح أحط لكم حساباتهم تحت بالوصف. مساكم بالخير وسرور متابعينا غالي، ويا هلا ومسهلا بالزوار مشتركين الجدد منوري قناتكم. نصور لكم اليوم ونغطي لكم اليوم لكسس 2022 الشكل الجديد والجيل الجديد. صورنا لكم الحفل يوم دشنوه عندنا هنا بالرياض عبد اللطيف جميل، وصورنا لكم الاف سبورت بالاستراحة، لكن اليوم راح نصور الفي اي بي بالمخيم هنا. طبعا فئة الفي اي بي هي اعلى فئة فئات اللكسس. حاليا راح يتوفر عند عبد اللطيف جميل ثلاث فئات، فئه الفي اي بي وفئه سبورت، وراح تنزل فئه ثالثه باذن الله. راح نستعرض معكم الحين المميزات الموجوده بفئه الفي اي بي، ومثل ما انتم شايفين اكثر شيء راح يميز فئه الفي اي بي الشبك اللي جاي بحجم كبير. والداخليه راح تكون عندنا مراتب مفصوله. تعالوا معنا الحين نكمل لكم الاشياء الحلوه اللي راح نشوفها معنا. قبل لا اوريكم الداخلية خليني اوريكم شيء. بسم الله. ابواب شفط، ابواب شفط من الشركة الام. تذكرون انتم الموديلات اللي قبل ال20 وال21 نزلت فئات فيهن ابواب شفط. الابواب شفط كان هذاك تعديل محلي. تعديل محلي مو تعديل من المصنع. فهذا جاي من المصنع من الشركة الام. وهذه الداخلية ما شاء الله تبارك الله. اول شيء راح خلونا نبدا بالباب.
هنا راح تكون دائرة التخزين المراتب، التخشيب اللي جايب نكشة جديدة، سماعات مارك لوفنسن لا تقل عن 24 سماعة، الممسك والمقبض اللون الجملي جاي متناسق وحلو، وقصة الباب جاية على قصة 3D وحلوة. طيب خلونا أوريكم الحين الأشياء اللي تميز فئة الـ VIP. أول شيء الشبك اللي جاي بحجم كبير وبخطوط بالعرض، جاي بلون فضي. لو تلاحظون الفئة هذه الـ VIP وفئة سبورت، جاي في تكحيلات اللي باللون الأسود، شايفين؟ شايفين اللون الأسود؟ جاية هنا التكحيلات، شايفين؟ التصميم وقصة الشبك جاية بخطوط حادة وروعة بمعنى الكلمة. أنوار ثلاث عدسات وكشفات الضباب، والحساسات الأمامية جاية تحت بنفس خطوط حقة الشبك. الجهة الجانبية راح يكون معنا جنط مقاس 22، يختلف اختلاف كلي عن الجنط حق الفئة سبورت، وراح تتوفر عاد إذا نزلت باقي الفئات من 18 و20 و22 للفئة الـ VIP. وهذا الشكل الجانبي، خطوط كروم جاية كاملة على النوافذ زايد السلة. بعضكم يقول ليش ما نزل دواسة كهرب؟ مبدئيا نشوف إن شاء الله مع الأيام الجاية، بحكم مثل ما قلت لكم أكثر من مرة إن الموتر هذا موتر حق مصنع حق عرض. الشنطة بالشكل الخلفي وخط اسطب للLED اللي جاي بشكل كامل ومميز بنفس الوقت، حجم اسطب جاي كبير. الموتر إذا شفته على الطبيعة راح تنتبه، راح يلفت انتباهك وتدري إن هذا جيب لكسس. شوفوا الكتابة جاية بالنص والX 600 اللي بالزاوية، ما شاء الله تبارك الله. مسألة وقت وراح نتعود عليه، مثل ما قلت لكم قبل أول نظرة ما راح يعجبك، مع الوقت راح تتعود عليه ويكون بعينك فخم وأنيق وجميل. وخلونا نوريكم الحين المراتب، عطني رايك في شعار لكسس اللي جاي بالمسند السواق ومسند الراكب. ورا جاي الراس المسند بحجم كبير بحكم ان المقاعد اللي ورا مقاعد مفصولة ومقاعد بزنس. قصة المراتب بشكل جديد من لكسس، شوفوا جاي على شكل معينات، وين جاية على الجوانب، وجاية وين هنا بعد هنا بالجهة هذه. وعجبتني الحركة انه تكملة اللون الجملي جاي كامل داخل. الاف سبورت اللي صورته لكم ما كان زي كذا، اتمنى بالاف سبورت انه يكون فيه اللون الاحمر هنا علشان يعطيك جمالية اكثر وفخامة اكثر. شغلت لكم الطبلون علشان تشوفونه. هنا راح يكون زر الكاميرا، التصوير العداد، التحكم بإضاءة حق الطبلون، وهنا زر حق الشنطة، وهذا اللي يطفي المحرك إذا صرت واقف عند الإشارة. تركسون كهرباء أكيد، والشفتر اللي جاي بحجم كبير. هنا التفاصيل شفناه، كرسي كهرباء راح يكون هنا. الصف الثاني راح نجيه الحين لأنه فيه مساج بعد، بس خلونا نركب. وهذه الداخلية، خلونا نسكر الباب وبوب شرف طبعا، ونقول بسم الله. شوف الإضاءة الترحيبية أو الرسالة الترحيبية تختلف عن اللي شفناه بالسبورت، جت إضاءة غير تختلف. خلونا نشغل المكيف بحكم أنه حر الجو، وخلونا نبدأ نفصل لكم الجهة هذه. أول شيء أنا بالنسبة لي صراحة وكثير من المتابعين، وقلت هالشيء هذا أنا من أول ما صورت لكم الطبلون، صراحة هذا تمنيت لو حجمه كامل شاشة كاملة، لأن هذا الشاشة تقريبا 7 إنش. تذكرون التندرة اللي نزل الجديد؟ هنا الطبلون شاشة كاملة ومرن ويتغير وكل شيء، هنا الشاشة جاية صغيرة 7 إنش بس. الشاشة الوسطية جالس أتخيل أنا لو زي حقة التندرة اللي تيجي 14 إنش، حجمها كبير، تصير نازلة وجاية مع الشاشة الوسطية، يعني بدون الشاشة اللي بنص هذه بتطلع روعة، يعني بتجيك شاشة كاملة، يصير فيها الإعدادات، يصير فيها كل شيء موجود داخل. بس ما أدري أنا ليش إنه جابوا بهالطريقة هذه، ممكن نتعود عليها مع الوقت ممكن، بس صراحة أنا بالنسبة لي تمنيت الأشياء هذه اللي قلت لكم، طبلون شاشة كاملة ومرن ويتغير مع الوضعيات وكل شيء. هذا يتغير إذا أنت غيرت المود، بس يتغير بشكل بسيط، شوفه
ما يتغير يعني كامل. هنا شوفوا تطلع لي بالشاشة بعد وضعية القيادة بعد كومفورت. طبعا مثل ما قلت لكم ترى لحد الآن مو كامل التصنيع، ممكن تصير في إعدادات ثانية تختلف ممكن، بس تمنيت لو الشاشة حجمه مو شرط أن تصير زي حجم شاشة التندرا، لا يجيبونها بطريقة تناسب أو لايقة على الطبلون هذا. يعني لو جاي الشاشة كبيرة واحدة الأزرار فتحتها تكييف من هنا ومن هنا، وهذه شاشة كاملة 14 إنش بيطلع مجنون. باقي الأشياء هنا تفاصيل حلوة، حلوة التفاصيل والقطعة اللي جاية بالنص هذه حلوة، بس الشاشة. هنا الإضاءات المحيطية ما في إضاءات هنا إلا الأبواب بس، ودي لهم كملينها أقل شيء هنا بتطلع مجنونة. بس هذه الأشياء الملاحظات اللي أنا تمنيت إنها تصير باللكسس الجديد. طيب خلونا نكمل لكم الأزرار هذه كلها اختصارات حقت اللي هو الشاشة اللي تقدر تتحكم فيها من وين، من هنا زي فكرة نظام اللكسس الاس، كل التحكم من وين، من هنا مجرد ما تضغط تشوف البوصلة، إعدادات السيارة، كل الأشياء هذه موجودة بالشكل هذا. شوف ضبط العداد، خلونا نوريكم الحين تغيرت وضعية القيادة وش الشكل اللي راح يصير. ايه شوفوا هنا الهيدروليك يطلع لك هنا، بس هذه الأشياء المهمة الموجودة بالطبلون. التخشيب لو تلاحظون الجاي تخشيب وين، هنا وهنا. شكل الدركسون ملكي، قصة الدركسون وشكل الدركسون ملكي صراحة. الشفتر جاي هنا، عصا حق المساحات وعصا حق الإشارة. الديكور والزوايا هنا جاي على شكل 3D معطيتك فخامة. هذا جاي حسيته يعني ما في بروز، ما في شيء زي ما تقول 3D أو أي شيء، لا حسيته هادي التصميم هنا. نجي للشاشة اللي جاية بحجم 12 إنش، راح تصفح فيها من وين، هنا نرجع حقت إعدادات السيارة. تجيك تتغير، زين انهم غيروا اللي هو تحكم بالابواب والخروج كستم، هذه حقت اعدادات القياده، وضعيه القياده حقت الكستم المحيطيه. وضح النهار راح تكون تجيك بالشكل هذا، بالليل راح تجيك باللون الاسود. ما شاء الله شوف الكاميرا 3D، الكاميرا شايفين، شوف الكاميرا دقتها عاليه ما شاء الله تبارك الله. شوف أمامية، شوف الكاميرا تقدر إذا أنت ضغطت زي كاميرا اللاند تضغط تجيك بالشكل هذا أمامية، هذه بتجيك كذا بالشكل هذا. شوف الصفابة، ولا إذا تبي 3D بتجيك بالشكل هذا إذا أنت لفيت يمين أو يسار. شوف حلوة قصة الموتر من ورا، شايفين روعة. هذه الكاميرا، خلو أوريكم الكار بلاي، يعطيك هنا السماع على طول ما شاء الله تبارك الله، زي ما صورت لكم بسبورت. شوفوا شلون حجم جاي الشاشة كاملة روعة. طيب خلونا نجي الحين ننزل نتصفح الشاشة هذه اللي جاية بحجم 7 إنش إعدادات الهيدروليك. إذا أنت تبترفع تنزل عن الهيدروليك وين راح يكون، راح يكون هنا. إذا بتنزل وترفع بيجيك بالشكل هذا، ارفع للهاي. شوفوا طلع لي الهاي تو، شايفين فيه اللو والان والهاي والهاي تو، يعني هذا اعلى شيء. نشوف اذا في شيء اعلى، بنزل طقة واحدة. شايفين يعني في اربع مستويات، هذا H1 وهذا الان المتوسط وهذا اللو. حلوين، يعني اول كان فيه ثلاث مستويات، الحين فيه اربع مستويات. الهيدروليك شوف يطلع لنا هنا، الرسمة حقت الدفرنس والاشياء الثانية طالع لك هنا، وعندنا طول العمر والسلامة. قصر لكم الإضاءة، المكيف، شوف الشاشة غير الأشياء اللي شفناها بعد، حتى المكيف راح يجيك بالشكل هذا، الخلفي هذا الخلفي وهذا الأمامي، هذه كل إعدادات راح يكون المكيف وغير المكيف وباقي الأشياء الثانية.
نرجع هنا حق السيارة راح يجي هنا، وهذه الاعدادات والمعلن الالوان بس هذول هنا. شوف وضعية القيادة، ما راح تطلع هنا، راح تطلع هنا، بس متأكد انا ما راح تطلع بس بالشكل هذا. شفنا مع بعض الحين الشاشة هنا، الازرار كلها خاصة حقت المكيف، حكم درجة الحرارة السواق والراكب، الام تي اس اللي راح يجيك وين هنا، خلينا نشوف، شايفين بتطلع لنا وين هنا. ولا اذا حركت واخترت الوضعية ينزل الموتر ويرتفع على حسب الوضعية. شوفوا ديرت اللي هو الردميات والساند والمد والثلج، شوفوا مجرد ما احرك تتغير. شوف طيب. طبعا هذا الفرار هو الفرار اللي تقدر تتحكم فيه بوضعيات القيادة. زين شلون؟ عندك الام تي اس، اذا اخترت وصارت اللمبه هنا ام تي اس راح تقدر تتحكم بوضعيات القياده من هنا من الفرار. هذا حقه الافرود. درايف مود اللي هو حقه الشارع اللي تجي سبورت وسبورت بلس، وهذا حق كروس سيستم اللي ما يشتغل الا بالدبل الثقيل، وهذا الفرار حق الدبل الثقيل. وعندك يو اس بي وتايب سي والتبريد حق المراتب، وفي بعد عندنا هنا 12 فولت. الجير هنا 10 سرعات تبترونك، جرانت كهرباء، الاوتو هود، الدبل خفيف، زر فاصل مانع انزلاق، والهيدروليك. هنا عندنا التخشيب اللي جاي بشكل حلو ورايق، الكونسول الوسطي هذا روعه، التكايه اللي بالنص، والتوزيع قصه اللي جاي على شكل دايموند جاي بشكل حلو، وهذه الثلاجه. بس هنا خلصنا شعار لكسس والاشياء الثانيه كلها شفناها مع بعض. بالنسبه بشكل عام المحركات راح تختلف وتنزل على حسب كل طلب وكيل، لكن المحركات اللي راح تنزل باكثر الاسواق العالميه المعروفه والمكينه اللي عندنا هذه نفس المحرك حق اللاند كروزر 6 سلندر 3.5 توين تيربو 409 حصان والعزم 650 نيوتن، والمحرك الثاني الديزل 3.3 توين تيربو 305 حصان والعزم 700 نيوتن، نفس المحرك حق اللاند اللي راح ينزل ديزل، بس لحد الان ما وصل السعوديه اللاند حق الديزل. المحرك نفسه 6 سلندر، المحرك الثالث راح يكون هجين 3.5 توين تيربو، مجموع الاحصنه مع مولد الكهرب راح يكون 480 حصان والعزم 871 نيوتن، وكلهم الجير 10 سرعات. بالنسبه للمحرك الهايبرد هل راح يجي للخليج؟ الله اعلم، راح تتبين لنا بالايام الجايه. الابعاد حقت اللكسس، الطول 5 متر، قاعده العجلات مترين و85 سنتي، العرض متر و98، والارتفاع متر و91 سنتي. اللكسس اطول من اللاند كروزر بفارق 11 سنتي فاصلة 5 انش، واعلى ارتفاع ب 4 سنتي. الوزن صار 2400، اقل من الموديل اللي قبل ب 200 كيلو. الخلوص الارضي 23 الى 28 سنتي بالهيدروليك، راح يعطيك زاوية دخول 45 وخروج 44 درجة، بخلاف اللاند كروزر، دخول اللاند كروزر راح يعطيك 32 والخروج 26 درجة، عمق الماء يوصل إلى 70 سنتي. بالنسبة للأسعار بالسوق الياباني، وركز معي، الأسعار اللي راح أذكرها هذه بالسوق الياباني وبدون الضريبة اليابانية، راح تبدأ الأسعار ب 396 ألف ريال. وبالنسبة للي تجي مراتب مفصولة على حسب عدد المواصفات الوكيل الياباني راح تبدأ ب 423 ألف، والإف سبورت راح يبدأ ب 429 ألف، وأعلى فئة راح يكون سعره تقريبا ب 463 ألف ريال بدون الضريبة وبالسوق الياباني. يعطيهم العافية مرني، ما قصروا ما قصروا. عاد عندهم انواع السطحات خاصة، هيدروليك عادية، كل شيء. تعالوا خلونا نشوف الحين الفخامة الداخلية اللي بالصف الثاني. شوف ما شاء الله تبارك الله، المراتب بلون جملي، قصة على شكل معينات اللي جاية بالاطراف، وهذه المرتبة تقدر بكبسة زر تخليها ترجع بالشكل هذا. هذه الداخلية بعد ما تركب، طبعا المرتبة كبسة زر تقدر تتصفط وترجع بالشكل هذا. شوفوا شلون رايحة الشاشة والأشياء الثانية،
علشان انتم تشوفون شلون طريقة الشاشة. راح يكون المرتب مفصولة الشاحن الوايرلس، وعندنا يطول العمر والسلامة التكاية اللي تنفتح من هنا. راح يكون عندنا مساحة تخزين زايد مخارج تايب سي ومخرج 12 فولت. والله تمنيت لو ثلاجة، لو ثلاجة افضل. الثلاجة فيه هنا ثلاجة موجودة، بس ودك بعد حطينا هنا. الصف الثالث اللي هنا، هنا راح اصور لكم عشان تشوفون وش اللي موجود ورا. هنا الشاشة هنا اللي جاية بحجم تقريبا 7 انش، وهنا عندنا حق حامل الاكواب، وهنا عندنا اللي هو مخارج اليو اس بي والاتش دي ام اي ومساحات تخزين تسكره وتفتحه بالشكل هذا. فتحات التكييف راح تكون هنا، وعندنا بعد هنا فتحات التكييف. طيب خلونا نوريكم الحين بعد ما اصفط المرتبة. اول شيء خلونا نوريكم الحين الاشياء الموجودة هنا. اللمبات تقدر تتحكم بالاضاءات، تشغل اللمبات اللي هي حقات السقف. في اضاءات ثانية تختلف اللي هي هذه، زي اضاءات حقات الطيارة تقدر تتحكم فيها، هذه اضاءات حقات القراءة. هنا فوق راس الراكب اللي ورا السواق، والراكب اللي انتم الحين تشوفونه. هنا راح عندنا طول العمر التحكم بالصوت، هذه بعض الاشياء، الراديو من الراديو. وعندك يا طول العمر والسلامة المساج، فيه مساج بعد كامل الانتعاش. والله يبينا مساج من اليوم، احنا نصور من الظهر، تبيه يمين وتبيه يسار، كامل الجسم. خلنا نختار كامل الجسم. وش بعد موجود بالتحكم الخلفي؟ الانوار شفناه. وبعد موجود عندنا طول عمر السلامة المقعد، المقعد اللي راح تشوفونه الحين اذا انا رجعت المرتبة. تتحكم فيه من وين؟ من هنا، مجرد ما تضغط. طبعا بالاضافة عندك زي المسند بعد اللي هنا، تقدر وانت بكرامة تحط رجولك هنا علشان تقدر تتمدد وتستح المرتبة بنفس الوقت، وتاخذ لك غفوة اذا انت ماسك خط، او راح ترجع لك المرتبة بالشكل هذا. هنا عندنا جهة السواق، تبارك الله من ورا. هذه الشنطة. وش موجود ابو بندر مكان؟ طبعا هذا اكيد ما راح يجي 3 صفوف، حط ببالك. في فئات راح يكون فيها 3 صفوف. مساحة التخزين راح تكون عندنا هنا حق الفريتة. وشوف القصة شلون جاية هنا، نور، عطني اضاءة هنا. شوف جاية كأنه مساحة تخزين هنا بالنص، شايفين؟ علشان يعطونك مساحة اكبر، فهم راجعين مراتب شيء بسيط. هنا من تحت شوف راح تكون حجم الشنطة أصغر من، خاصة بالفي اي بي، أصغر كحجم عن الفئات الثانية. وهنا من هنا تسكر الشنطة. بس خلصنا يا غالي، بإذن الله أول ما تنزل تجربة راح نجربه لكم ونفصله، ونروح عليه خط الحايل ونايلات وقاع الصير. الأسعار لحد الآن متوقع منها 600، حوارك عندك وفئات، ممكن 3 فئات، بس ما راح ينزل بالسوق او ينعرض الا بشهر 5 او 4 تقريبا. شوف هذا الهيدروليك، الهيدروليك فيه 4 مستويات، هذه اقل مستوى. شوف شلون نازل، هذا اقل مستوى، اقل مستوى للهيدروليك. شوفوا شلون نازل، فيه 4 مستويات، اللو والمتوسط والاتش 1 والاتش 2. خل اعطيكم مع كل الزوايا بعدين نرفع لكم مخطوط، راح ينزل بالشكل هذا. ما شاء الله تبارك الله، هذا شكل اما خلفيه ما شاء الله. اللي كانوا كثير وانا منكم مو معجبهم، مو معجب اللي كان كثير وانا واحد منكم ما كان معجبني ابد. الحين نرفع، ارفع الهيدروليك. شوف في امان الله وبحفظ الكريم. ولا تنسانا اذا اعجبك الفيديو الغالي رشه عطر لايك على السريع، واذا انت جديد او زاير لا تنسى تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد. فمان الله وحفظ الكريم.